بيسموهم هم عندهم افرع موجوده في اسكندريه في السنبلاوي مش من اصل البلد يعني. موجودين هنا اعمال طبعا مخدرات واعمال منافيه طبعا للاداب العامه وسيرتهم مش حلوه في البلد. حصل مناقشات على الموقف مع بعض اهل القريه وفي سرقه بعض الموبايلات وكده فالشباب اختلفت طلعوا نار ضربوا على بعض في اثنين انصابوا واحد توفى والثاني في الانعاش والثالث حالته خطره. طبعا اهل البلد اتجمهرت اللي توفى من بعض العائلات يعني عيله واثنين وثلاثه وراحوا اخذوا في على البيوت ولعوها وحرقوا العفش اللي موجود كله وكل الاهالي متجمهره ومش هنسمح لهم اساسا ينزلوا البلد ثاني لان الموضوع اكبر من ان احنا نتكلم عليه. هي اللي موجوده دي البؤر اللي كانت فساد لا احنا عايزين نقلبها لحاجه مفيده للبلد. كلهم تجار مخدرات. واول ناس هم بيبيعوا المخدرات والبرشام هنا مبوظين الطرق كلها على السرنجات. تروح الحق تروح التراب دلوقتي تلاقي كل بلدنا يا استاذ عسل طيبه ما فيش حد عارف يتكلم معاهم. لما ثلاث عيال يموتوا بنفس النظام ده يبقى حرام علينا. لازم البلد لازم ينضبط كل ينضبط من البلد. ودام الناس دي كلها اتفقوا على كده يبقى الناس دي كلها هي اساسا مصدر التشريع. واخد بال حضرتك؟ يعني اللي بيحصل ده اللي الناس عايزينه، عايزين اقامه الحدود، اللي يغلط يتحاسب.